بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. النهارده يا جماعه في فيديو جديد، الغساله كامل ريفيو عن الغساله ال جي سمارت انفرتر 13 كيلو زي ما حضراتكم شايفين، لكل ست بيت عايزه تشتري غساله جديده. طبعا بنقول ان الغساله دي ممتازه طبعا مقارنه بسعرها ومقارنه باسعار الغسالات التانية التوب لودنج. زي ما حضراتكم شايفين زرار الباور، عندنا زرار درجة التنظيف تقيل أو لايت خفيف، وعندنا زرار الحرارة بارد أو ساخن، أو ممكن يبقى الاتنين، يبقى ورم هيديني مياه دافية، وده زرار المسؤول عن اختيار مستوى المياه جوه الحلة. تمام، ده طبعا الوقت بتاع الغسل، ودي عدد مرات الشطف ومستوى العصر متوسط أو عالي أو منخفض. عندي طبعا البرامج بتاعتها، عندي برنامج عادي، برنامج صوف، وبرنامج مفارش اللي هو اللحاف، وبرنامج سايلنت. تمام، عندي برنامج نورمال، برنامج سريع، برنامج غسيل اضافي يعني بيزود وقت الغسيل، وعندي برنامج تنظيف الحوض. طيب زي ما حضراتكم شايفين، لو انا مثلا عايز اشغل برنامج مثلا غسيل سريع، بدوس هنا غسيل سريع، اختار مستوى الميه، تمام، اختار الوقت بتاع الغسل ممكن ازود انا، واختار عدد مرات الشطف. طبعا كل اي حاجه انا هزودها بتزود معايا في الوقت اللي هي هتستخدمه في الغسلة. طبعا عندي درجة النظافة ممكن تبقى تقيل او خفيف. عندي الغسالة اول ما بشغلها ممكن ادوس باور وبعدين ادوس زرار ستارت، هي بتعمل حركة ان هي بتوزن الغسيل جوه الحلة، تلاقي الحلة بتتهز هزات بسيطة يمين وشمال، بتوزن الغسيل وتشوف الكمية اللي جواها قد ايه، وتسحب طبعا مية على قدها. الغساله ال جي يا جماعه الدايركت درايف فيها مميزات كتير جدا، زي ان هي بتشتغل بتقنيه اسمها الدي دي موشن. الدي دي موشن ده يعني الموتور ليه اربع حركات، يعني ممكن يلف كده، وممكن يلف مستمر كده، وممكن يلف يمين وشمال، وممكن يلف مستمر ويقطع الناحيه الثانيه. طبعا بيعمل عمليات لتوزيع الغسيل. طبعا من مميزات الغساله الحله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الحله يعني حاجه خامتها كويسه جدا. ده الفلتر طبعا بتاع الحوض، طبعا مميز فلتر ال جي عن اي فلاتر تانية. بالنسبه للغسالات بتبقى الفلاتر بلاستيك، طبعا دي الفلاتر بالشكل ده كده بتتنضف، بتتفك مع الوقت وتتنضف كل ست شهور، وبيتعمل لها دوره تنظيف الحوض كل ست شهور. دي الصيانات بتاعتها اللي تخليني يعني احافظ على الجهاز بتاعي وما يبقاش فيه اي مشاكل بعد كده مع الوقت. طبعا ده درج المسحوق، عندنا وصلتين ميه من ورا، عندي وصله ساخن للميه ووصله البارد. وزي ما حضراتكم شايفين الغساله يعني جديده، وعندي الاضافات ممكن تتحط هنا المناعم او المعطر. تمام، باختصار هي دي الغساله اللي جي يا جماعه. طبعا بننصح بيها اي حد على مستوى يعني مصر، لان هي كويسه عندنا في مصر، قطع غيارها شبه متوفره يعني بكميه كمان عن في السوق، غير انواع تانيه كتير. زي ما قلت لكم موتورها مميز جدا، حتى في التحميل التوب لودنج، التحميل العلوي موتورها برضو دفع مباشر. غساله طبعا موفره جدا في بالنسبه لاستهلاك الكهرباء، درجه تنظيف كويسه جدا، يعني حاجات كتير فيها مميزات كتير عن باقي الانواع. طبعا احنا بننصح بيها اي حد عايز يشتري منتج جديد. وطبعا التحميل الامامي من ال جي برضو مميز جدا، واحنا يعني تحت امر حضراتكم في اي وقت، لو في اي شغل صيانات احنا بنشتغل في صيانه الكارتات، صيانه الغسالات، صيانه الشاشات، صيانه جميع انواع الاجهزه المنزليه ان شاء الله. وانتظرونا يعني في مفاجاه جامده جدا قريبا ان شاء الله، هنبقى في القاهره، وتحت امركم في اي وقت. احنا حاليا مكاننا في القاهره في التجمع الخامس، فتحت امر حضراتكم لو في اي استشاره احنا عنينا، لو في اي جهاز محتاج صيانه تحت امركم في اي وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.